يا مساء الخير والحب والسعادة والجو الحلو عليكم جميعا. زمان ما طلعت وزمان ما حكيت، معلش انشغلت شوي الفترة اللي فاتت، لكن يا رب يقدرني وأرجع أحكي وأجاوب على الأسئلة الفترة اللي جاية. هذا السؤال إجاني صبية بتقول إنه كان هي ما بتآمن بجواز الصالونات، وهي بتحس إنه البني آدم لازم هو اللي يختار وهو اللي يبحث عن الشخص اللي يعني الرجل بشكل عام، عن شريكة حياته. فأنا عن نفسي بقول بالحب كل شيء صح، كلامكم مزبوط بيصير، لكن إحنا في عنا فترة اسمها فترة الخطبة. فترة الخطبة كفيلة إنه تخلينا نتعرف على الشخص أكتر ونعرف هل هذا الشخص بيناسبنا ما بيناسبنا. لكن النقطة اللي أنا بدي أحكي فيها إنه ما فيني أنا أحكم على شخص عشان نراح عن طريق أهله يتزوج، أو قال لأمه دوري لي على عروس، إنه هو شخص مثلا ما عنده شخصية أو شخص غير مسؤول. لا أبدا، ممكن يكون في عنده مثلا تجربة مر فيها، حس إنه مش عارف يختار بطريقة صحيحة، أي شيء ممكن يكون حصل معاه. فما فيني أحكم على الرجل بهذه الطريقة، هاي رقم واحد. رقم اثنين، وما تسكري باب ممكن يجيب لك احتمال جيد في حياتك، زي اني مثلا اسكر باب لخطبة ممكن تكون عن طريق صالونات لشخص ممكن يكون شخص مميز فقط لانه اجاني عن طريق الصالونات اللي هو الزواج الرسمي او التقليدي. فوسعي خياراتك، شوفي يمكن تلاقي فيه شخص مميز، يمكن تلاقي فيه شخص مختلف، يمكن تلاقي فيه شخص فعلا يشدك ويجذبك وتلاقي فيه المواصفات اللي انت بتبحثي عليها. فخلوا خياراتكم دائما مفتوحة، ما تسكري على هاي النقطة، وما تتبني فكرة انه كل الناس اللي بتيجي بتتقدم عن طريق رسمي او عن طريق الصالونات او بتتقدم بالطريقة هاي هم اشخاص مش مسؤولين. لانه لو ضلت الفكرة في راسك حي ممكن يتقدم لك واحد وممكن تقبلي فيه ويطلع فعلا شخص مش مسؤول، لانك انت جذبتي هذه الشخصية لمقاومتك إلها. فانا دايما ايش بقول، وسع خياراتك، شوف مش غلط انك تشوفي، طالما ما في حدا مميز في حياتك شوفي وتطلعي، ويمكن يطلع لك حد مختلف. وفترة الخطبة هي كفيلة انها تحدد هل هو مناسب او شخص غير مناسب.